السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المتابعين قناتكم، ابدأنا أهلا بحضراتكم. النهاردة عايزين نصمم دايرة كاملة متكاملة، بحيث نصمم مايك مع مكبر صوت. الدايرة دي عايزين نصمم كل الأجزاء بتاعتها بنفسنا، يعني نعمل دايرة للمايك ودايرة لمكبر الصوت زي ما حضراتكم شايفين. ألو 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 احنا صممنا الدايرة دي منفصلة قبل كده، دايرة مكبر للصوت باستخدام موسفت IRF Z44N، واستخدمنا برضو الدايرة الخاصة بعمل مايك. هنشرح الطريقة حاليا، كل واحدة على حدة. أول حاجة هنشرح دايرة المايك. أول حاجة هنعمل المايك، بيتكون من طرفين، الطرف الموجب والطرف السالب. الطرف السالب بيكون متصل بجسم المايك الحديدي. الطرف السالب هيوصل بمصدر فولت 3.7 فولت لو هنستخدم بطارية ليثيوم ايون، او ممكن نستخدم شاحن موبايل 5 فولت. هيوصل الطرف السالب بمصدر الفولت الى الطرف السالب للمايك، وهيكون ده طرف الخروج لطرف الايديو السالب. اما طرف الدخول الموجب للمايك هنوصل مقاومة قيمتها 10 كيلو اوم مع الفولت الموجب الداخل مع داخل الفولت الموجب. قبل ما نوصل المقاومة هنوصل الطرف الموجب ل المايك بمكثف قيمته 1 مايكرو فراد 16 فولت، وهيكون التوصيل عن طريق الطرف السالب. اما الطرف الموجب للمكثف الكيميائي هيكون طرف الخروج للايديو موجب. واستخدمنا دائرة مكبر صوت لعمل امبليفاير بحيث نعمل على مضخم الصوت باستخدام موسفت IRF Z44N. الموسفت بيتكون من 3 ارجل، من ناحية اليمين السورس المصدر، في المنتصف الدرين المصب، الطرف الثالث الجيت. اول حاجة هنعمل كوبري بين طرف المصب وطرف الجيت بمقاومة قيمتها 10 كيلو اوم. هنوصل طرف الجيت بمكثف كيميائي مستقطب. هنوصل الجيت بالطرف الموجب للمكثف الكيميائي. اما الطرف السالب للمكثف الكيميائي هنوصل الايديو الموجب الخاص بالمايك اللي احنا صممناه. اما طرف السورس هيوصل معانا بالطرف الايديو السالب، وهيوصل معانا بسالب التيار لدخول الفولت 5 فولت زي ما احنا قلنا من شحن موبايل. طرف الدرين هيوصل معانا بسماعة مباشرة. اما الطرف الموجب هيوصل لمصدر التيار الكهربائي، هيوصل بالسماعة مباشرة. الرسم زي ما حضرتكم شايفين، يبقى احنا دخلنا فكرة صممناها في فيديو سابق مع فكرة في فيديو سابق، بحيث نحصل على مكبر للصوت احنا اللي اعتبر صممناه كاملا. الطرف السالب هيكون مشترك، هنوصل المقاومة قيمتها 10 كيلو اوم بالطرف الموجب للمايك. طرف المقاومة هيوصل معانا بطرف الباور اللي احنا قلنا عليه 3 فولت حتى 5 فولت. احنا كده يعتبر وصلنا الباور للمايك. هنستخدم المكثف 1 مايكرو فراد 50 فولت، ده اللي انا حصلت عليه حاليا. هنوصل الطرف السالب للمكثف بالطرف الموجب الخاص بالمايك مباشرة. هنجيب كابل بحيث نوصل. هنختار اللون الأبيض، هيكون الطرف السالب، هنوصله بالطرف السالب. الطرفين الآخرين هنوصلهم بالطرف الموجب للمايك. كده انتهينا من صناعة المايك الخاص بينا. هنعمل تغليف للأسلاك بحيث نضمن عدم حدوث التلامس لأي طرف من الأسلاك. يبقى دول طرفين دخول الفولت، اللون الأسود الطرف السالب، اللون الأحمر الطرف الموجب للفولت الدخول. أما الطرف الآخر، الطرف الأبيض هو سالب الإيديو، والطرفين دول يعتبروا هم معانا طرفين الإيديو.
طبعا احنا بنعمل اجتهاد ان احنا نوصل لابسط طريقة، وبنقرب قبل تصميم الفيديو، فما تبخلش علينا بعمل لايك او مشاركة الفيديو او تعليق في الفيديو. زي ما حضراتكم شايفين ده بعد ما احنا انتهينا، ده الدخول الخاص بالفولت. زي ما حضراتكم شايفين شحن موبايل عادي. شحن موبايل عادي، هنوصل بالتيار الكهربائي، وهذه الطريقة اللي احنا صممنا بها. ادي المسفت IRF644N، الطرف السورس متصل معنا بالطرف السالب لدخول التيار الكهربائي مع الطرف السالب الخاص بالمايك. طبعا المايك زي ما قلنا في الشرح السابق اللي الطرف السالب للمايك الدخول والخروج بيكون مشترك، فاحنا استغنينا عن الطرف السالب الخاص بالمايك. زي ما حضراتكم شايفين عملنا كوبري باستخدام مقام 10 كيلو اوم بين طرف الدرين وطرف الجيت، وصلنا المكثف كيميائي قيمته 100 مايكرو فراد 16 فولت. الطرف الموجب وصلناه بطرف الجيت، اما الطرف السالب وصلناه بطرفين الخروج الخاصين بالمايك للطرف الموجب، وصلناهم بطرف المكثف الكيميائي. السماعة وصلنا فيها طرف من اطراف الدرين، واما الطرف الاخر هيكون الطرف الموجب. زي ما حضراتكم شايفين هذا الطرف الموجب هنوصله بدخول التيار الكهربائي. كده انتهينا من توصيل الدايرة. طبعا تقدر تركب السماعة وفي علبة بلاستيك بحيث تعمل لعبة ميكروفون للأطفال. تقدر تستخدم سماعة أصغر من السماعة اللي هي، تقدر تصمم الفكرة اللي هي، وبإذن الله هنطور الفكرة دي في فيديوهات سابقة لتحصل على مشاريع مبتكرة أخرى. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة. شكرا متابعين قناتكم مدان، أتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الرجال اشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.